اهلا ومرحبا بكم على قناتي كويزين الفا، واللي مازال ما اشتركش يشترك بالضغط على زر سابوني ثم زر الاشعار اللي باش يخليكم تتواصلوا بجديد القناه. ونبدا مع بعضنا حلقه جديده ووصفه جديده. اليوم باش نعملوا مع بعضنا وصفه تونسيه زمنيه قديمه اللي هي الورطه. الورطه تونسيه ان شاء الله تعجبكم على طريقتي، عملتها فيها برشا طرق وبرشا اسامي وكل. انا حبيت خذيت هذايا هوني عملت شحور متاع الورطة اللي هو كاس ماء وكاس سكر وعصرة قارص، نحطهم على نار يغلي ومدة 15 دقيقة حتى للي المهم الشحور يعقد، معناها يخرج لي فقاقيع متقاربة لبعضها الشحور يكون عاقد. وذيك كريم باتيسير عادية متاع الباكو هذاك نحطو حلو في نصيت رحليب وربع مغارف سكر. وهذايا الطبق اللي باش نحط فيه دهنته بالزبدة باش نحط فيه الورطة متاعي اللي هي عبارة على أوراق ملصوقة عملتهم وحدي في الدار، خليكم الرابط متاع فيديو أوراق الملصوقة في صندوق الوصف. هوني عملتهم ودهنتهم بالزيت مليح مليح باش ما يلصقوليش ببعضه، وإلا بالزبدة تنجموا تعملوهم فوشة وزبدة. أنا دهنتهم جوست وقت اللي هبطهم القلاية، طيبتهم على القلاية خاطر ودهنتهم مليح، يعني كثرت على العادة الزيت وكل. وهوني انا بيتهم ليله، بيتوا لي ليله، ومن المستحسن راه كيفاش تعملوها في الدار ما تبيتوهاش، والا حطوها في حطوا ما بينات كل ورقه ورقه كل بابي كيما البابي كويسون خير اضمن. ان توكا خاطر تقطعوا لي ديجا هكا تقطعوا كعبات ترنخوا هكا ولا كيفاش عرقوا على بعضهم ما عجبتنيش الحكايه حسيب. هوني حطيت تقريبا 5 ورقات ملوطه في القاعده، 5 ورقات ملصوقة، وكل مقطعين هذوكم حطيتهم في الوسط باش يعملوا لي طبقه هكا في الوسط، ورشيت شويه لوز مهروش. وهذيا الكريمه نتاعي، قلت لكم باكو كريمه هذيك الكاسترد نتاعنا البودر اللي ناخذوها، ولا عملوها كريمه عربي في الدار، خليكم زيد رابط الكريمه اللي نعملها هنا في صندوق الوصف وكل. تحبوا ما تعملوش زبده، ما تزيدوهاش زبده راهو لهنا الكريمه هذيا، خليوها كيما هي. قلت لكم باكو الكريمه هذيك 4 مغارف سكر ونصيت رحليب. هوني نقصت شويه على نصي ترحليب باش تجيني عاقده شوي هكا هاو، وزدت العطر شيه، انا نحب العطر شيه فيها، وهي اللورطة تجيب العطر شيه راه، ولا تحطوها ماء زهر كيما تحبوا. وحطيت شطر الكميه نتاع الكريمه في اللورطة نتاعي. هوني الفرن حطيته يسخن على 180 درجه. والطبقه الاولى حطيت ما بيناتهم لوز، الفاكهه اللي عندكم، يعني تحبوا تحطوا فاكهه حطوا الفاكهه اللي عندكم، هي ذيك بنتها. ونكمل الشطر الثاني ونعاود نحط فوقه زاده كيف كيف شويه لوز، كل قدير وقدره الموجود عندك حطو. هي للسهرات الرمضانيه راهي مش نورمال، روعه وبنينه بنينه بنينه بالحق، صدقوني جربوها وتتعرفوا البنة كل بقلاوه بركة محشيه بالكريمه، بنينه بنينه على الاخر. ونزيد قلت لكم نرش هوني الروز اللوز الروز اللوز ونحط ورقة باش نغطي بها، ومن بعد نلمك الطايحين على اليمين وعلى اليسار من. تحبوا تعملوها بملصوقة بكويت هذيك حاضرة تنجموا تعملوها، أما كثروا في الملصوقة هذيك كثروا، خاطر هذيك في ساعة تترنخ وتجلد، وملصوقة العربي نتاعنا تشد وتولي تتقرمش محليها من اللوطة تبدا كيك البقلاوة، والله كي البقلاوة بنينة تهبل. أنا عجبتني على الأخر وإن شاء الله جربوها وتعجبكم. ومن فوق تقريبا 3 ورقات هكاك خاطر ملصوقة ديري، 3 ورقات ولا 4 باش تغطيوها من فوق وتحاولوا ترصوا وتردوها كيما الخبزة كاملة، يعني تغطيه ولا جناب باش ما تخرجش الكريمة نتاعكم، كي تدخل تطيب في الفرن الكريمة ما تخرجش من برا، يعني تفسد عليكم المشهد. هاكا ديما احسن كعبة هكا تكون مستوية نحطوها هي الاولانية من فوق وكل. من بعد باش نذوب لهم شوية زبدة، تقريبا 50 غرام زبدة مش برشا، نذوب لهم شويه زبده ونصب عليها الزبده ونخليهم يدخلوا الفرن يغليوا فك الزبده للي تحمار من فوق، ونطل عليها من لوطه نلقاها زاده كيف كيف تبدل لونها ولا ذهبي، مش تحمار معناها تحرق، تبدل لونها يولي ذهبي كيما ترى. حطيت الزبده نتاعي باش يطيب في الزبده، وهوني طابت هكا مازال تغلي الزبده على اليمين وعلى اليسار كان تراو في الجناب، ومن فوق تتقرمش يابسه، ومن لوطه حمرت كيف كيف يابسه. وهذا الشحور نتاعي شفتوه كيفاش شربع قد هكا كنحبوه الشحور، ونخليوه يبرد راه الشحور يكون بارد والورطه تكون سخونه مازال تغلي من نارها الغاره كيما نقولوا كي البقلاوه، او ما نقصوهاش بالطبيعه ونشحروا خاطر فيها كريمه مش فاكهه. ونصبوا كيما طراو الشحور نتاعنا، انا ما صبيتوش الكل راهو الشحور جاني حسيته برشا،
دونك حتى اللي من بعد بقالي على جنب هذاك خليته على شيرة، ما استعملتوش الكل يعني، نحيت الزايد نحيته. هي بطبيعتها حلوه من داخل، جوست شهور الاوراق نتاع المنسوق اكاها، بعد نخليها تبرد شويه تشد روحها ونهبطها من الطبق نتاعها، نحطها في طبق التقديم ونخليو الكريمه كما قلت لكم راوي تبرد، معناها مش تبرد، حكيت نخليوها ساعتين ثلاثه سوايع تبرد، كان نلزم نحطوها في الثلاجه تبرد تشد روحها باش نجمو تقصوها، راه سينو تبدا من داخل كل حليب راه مازال تخطر من النار من الكوشه. ورشيت عليها ما تيسر من الفاكهه زاد كيف كيف لوز، وكيما تراو منظرها راهو يشهي شهي. انا توا نحكي لكم على المقادير وماذا بيني مش نعاود نعاودها، بالحق بنينه بنينه على الاخر. وان شاء الله تجربوها وتعجبكم. وهوني كنت مطرا، هوني بدات تشد روحها، معني خليتها تقريبا ساعتين، كي ندخلوا السكينه ما يخرجش معنا حليب، نعرفوها اللي هي بردت. هاي هو استوس باش تعرفوا وقتاش تقصوها، وقت تحط السكينه فيها من داخل تخرجها ما تخرج فيها الحليب، تعرفوها اللي هذيك بردت. وانا الحقيقه ما نجمتش نصبر عليها ليله كامله، وهي راهو بنتها تبدا تتقرمش من غدوه الصباح الفوقاني، صباح طري على الاخر القشره الفوقانيه، ومن لوطه قاعده تتقرمش، الطبقه اللوطانيه قاعده تتقرمش وشدت روحها بالكدا بالكدا. اما انا ننصحكم تعملوها قبل شقان الفطر للسحور والى السهريه، راهي مش نورمال، روعه. هذه راها في شوف لي حل لورطه لورطه نلوج على شنية لورطه، شنية لورطه حتى ليل مره نتفرج في برنامج ملا شيف ونلقاهم عملوا لورطه، حسيلو قعدت في مخي وطول عملتها جات بنينه تهب. وان شاء الله تعجبكم الوصفه، وكيما تراو الفويتاج وكل كريمه حسيلو تهب تهب تهب. ان شاء الله تعجبكم الوصفه وتجربوها وتقولوا لي رايكم، وفي فيديو اخر وحلقه اخرى ان شاء الله، وبسلامه.